زي اللي يقول لك ايه ده احنا هنعمل كذا وكذا 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 ماشي، ويجي اول سنه مفيش اصل الاهلي بالحكام، تاني سنه اصل الاهلي خده بالمش عارف بضربات جزاء، تالت سنه بمناسبه ضربات الجزاء حابب اقول لحضراتكم النهارده ارقام عن ضربات الجزاء عشان تعرفوا ضربات الجزاء اللي جت للمنافس وضربات الجزاء اللي جت للنادي الاهلي. قال لك ان امبارح لقوا ايه، بيقول لك ايه إن بعد الماتش اللي فات، بمناسبه الماتش اللي فات خليني اقول لحضراتكم حاجه، الماتش اللي فات كلنا زعلانين، من حقنا نزعل، يعني من حقنا كلنا ان احنا نزعل، اللعيبه كانت زعلانه برضو. انا بس لفت نظري حاجه واحده بس، الهجوم اللي حصل على بعض اللعيبه بعد الماتش. انا عايز اقول لحضراتكم حاجه لان انا كنت لعيب ويعني عديت بالناحيه دي كتير وعدت عليا كتير، او يعني في النادي الاهلي فترات قليله بس عديت معاها قبل كده اللقطات دي. انا في التوقيت دوت كشناوي كأفشة كرامي كأي لعيب في التوقيت اللي انا بحس ان انا اخطأت فيه ببقى محتاج قوي 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 دعمكم كجمهور نادي اهلي، وجمهور النادي الاهلي الحقيقي عودنا دايما ان هو السند والداعم الاكبر للعيبة النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والمنظومه ككل. والمنظومه ككل. انا لما مفيش حد ما بيخطاش. انا لما ببقى مخطئ ببقى حاسس بنفسي، بجلد نفسي. ده لعيبه النادي الاهلي، دي نوعيه لعيبه النادي الاهلي على فكره. على مدار العصور كلها. فببقى مستني بس دعم من الجمهور بتاعي اللي بيسندني طول عمره. مش كمان مش عايز اقول لك مش من اهلي من اسرتي، لا ما هو دول هيطبطبوا عليا ومعلش لا انا ببقى محتاج اي كلمه حلوه من جمهوري انا. السند بتاعي انا. اللي هو النجم رقم واحد في بطولات النادي الاهلي، جمهوري، جمهور النادي الاهلي العظيم. هو ده جمهور النادي الاهلي اللي معاه على الحلوه والمره. انا ما بقاش مع يعني انا بتكلم على انا كلعيب في النادي الاهلي او كنت لعيب في النادي الاهلي. انا على طول عارف ان جمهور النادي الاهلي في المره قبل الحلوه.